الأيام اللي فاتت الشعب المصري كله بيحتفل بذكرى تحرير سيناء. لازم نقف كتير جدا عند رحلة التنمية والتعمير على هذه الأرض المقدسة، رحلة بدأت من معركة التحرير إلى معركة التنمية والتعمير، بدأت من 10 سنوات فاتت ولسه المسيرة مستمرة لحد دلوقتي، رحلة شفنا فيها ثورة تنموية نقدر نقول في كل المجالات على أرض الفيروز، خلت مصر موجودة على خريطة التنمية والتعمير. الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة على مدار سنين فاتت، وده علشان تحقق التنمية المستدامة على الأرض العزيزة والغالية على مصر سيناء، الأرض اللي تروى بيها دم شهدائنا وكتب على رمالها بحروف من الشجاعة تحيا مصر دايما وأبدا. إرادة الشعب المصري قهرت كل التحديات، إرادة الشعب المصري قدرت على كل الناس اللي ظلمتها وقدرت إنها فعلا توصل بأرض سيناء لبر الأمان. على مدار السنين اللي فاتت الدولة المصرية نفذت أكتر من 800 مشروع في محافظة شمال سيناء، مثلا قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات حصل على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة للمشروعات التنموية شمال أرض سيناء، كمان قطاع النقل وصلت الاستثمارات فيه إلى 4.1 مليار جنيه وشبكة للطرق داخل جزيرة سيناء أو داخل شبه جزيرة سيناء، ده غير قطاع الموارد المائية والري اللي وصل فيه الاستثمارات إلى حوالي 3 مليار جنيه، قطاع التنمية المحلية كمان كان ليه نصيب كبير، وصلت الاستثمارات إلى حوالي 3 مليار و200 مليون جنيه، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي استثمارات وصلت لحوالي 1.2 مليار جنيه. أرقام كبيرة، أرقام ضخمة جدا، بتقول لنا إنه في حالة اهتمام حقيقية وكبيرة للتنمية داخل سيناء. أكيد مش هنغفل نتكلم عن سيناء واللي حصل في سيناء والتنمية الزراعية الكبيرة والمشروعات اللي حصل فيها نوعية تطوير للزراعة، ده غير التجمعات الزراعية الكاملة والشاملة اللي اتعملت، وطبعا في مشروعات تانية كتير اهتمت ببناء المواطن السيناوي ثقافيا واجتماعيا. على أي حال استنونا النهاردة في صباح الخير يا مصر حلقة خاصة جدا واحتفالات مصر بتحرير سيناء والذكرى 42 لتحرير سيناء، معانا مجموعة متنوعة جدا من الفقرات سجلناها من قلب شبه جزيرة سيناء، رصدنا فيها حجم التعمير، حجم التنمية، وكمان حجم الإنجاز والإعجاز، حجم حقيقي لازم العالم كله كلنا كمصريين والعالم كله يشوفه ويشوف قد إيه الدولة المصرية استطاعت إنها تغير من وجه سيناء. حلقة متميزة جدا، مصطفى كفافي النهاردة عامل يعني حلقة كبيرة جدا من العريش، بالإضافة كمان لازم ولقنا المراسلين موجودين في أماكن مختلفة، هنلاقي النهاردة حلقة متميزة إن شاء الله من عن سيناء المضيئة. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.